انطلاقات أشواط هذا المهرجان وشوطنا السابع، تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيق. شوطنا السابع الخاص بالإذاعة القعدان المحليات الأصايل لأصحاب السمو والشوخ في صباحية هذا اليوم في هذه الانطلاقات والتحديات والإثارة في هذا المهرجان الجميل وسادس أيامه على التوالي. نتابع شوطنا الذي ينطلق هنا للقعدان المحليات الأصايل وسيارة للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين. الصدارة والمقدمة يأتي مبعد بن هجن الشحانية بقيادة هنا سالم بن فاران المري المنطلق والمتحدي بهذا الأداء الجميل. المركز الثاني يأتي هنا أيضا غازي لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر السيد مطر بن سيب اللاحج الهايري. ومن الجانب الآخر التسلل هنا بهذا الأداء الجميل من قبل وبران من هجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي في التضمير. ويأتي قناد أيضا متسلل من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. ومن الجانب الآخر التسلل هنا أيضا من سراب من هجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي في تضميره. ومن الجانب الآخر يأتي مرسال من هجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي في التضمير. وعلى المركز السادس شاهين من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير بهذا الأداء المميز والجميل. وسابع مراكزنا المركز السابع والمنطلق هنا بهذه لحظات سراب لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم محمد بن علي العويسي بأداء جميل. وفي المركز الثامن ينطلق الخمري لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في تضميره في هذه الانطلاقة. بينما المركز التاسع الصغير من هجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري بهذا الأداء الجميل من ينطلق على المركز التاسع. وفي المركز العاشر عاشر مراكزنا ينطلق ويتحدى مشاهدينا الكرام هنا أيضا والقادم النشمي من هجن الرئاسة مع سهيل بن حمد بن دري الفلاحي. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى دعناها على حضراتكم. أعود إلى شاهين من غير إلى صدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير من يأتي على صدارة على المقدمة. وعلى المركز الأول المركز الثاني سراب من هجن الرئاسة المنطلق بهذا الأداء هنا مع الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد لخيلي من ينطلق على المركز الثاني. وثالث المراكز قناد يأتينا هنا من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير بهداء جميل وعرض مميز. وصل سراب آخر رابعا لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة حمد بن علي العويسي. وعلى المركز الخامس الخمري لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في تضميره. وسادس مراكزنا المركز السادس والقادم هنا على سادس المراكز بهذا الأداء الجميل مبعد من هجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران المري. وسابع مراكزنا المركز السابع مرسال من هجن الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي. وثامن المراكز وثامن الانطلاقات والتحديات مشاهدينا ومتابعينا الكرام القدوم من قبل هنا رصاد لسمو الشيخ حمدان سيدي الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع عبيد بن محمد بالضبيعة من ينطلق
ثامنا وفي المركز التاسع. المركز التاسع هنا الوصول والانطلاق والتحدي الجميل بهذا الأداء الجميل من هجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية. وعاشر المراكز يأتينا هنا الصغير من هجن الرئاسة مع راشد بن محمد بالسم المنصوري. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط مع شاهين المنطلق على صدارة، المنطلق على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. شاهين هنا منطلق بالهجنة العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، هو المنطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة. المركز الثاني، المركز الثاني وشراب من هجن الرئاسة هنا بقيادة أحمد بن مطر بن مايد لخيلي وعلى المركز. المركز الثالث، المركز الثالث الوصول هنا من الخمري سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان على المركز الثالث. وفي المركز الرابع شراب لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم محمد بن علي العويسي. ونرحب في هذه اللحظات بقدوم سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. مرحبا يا ابو سعيد على بالتواجد على ارضيه هذا الميدان. نرحب بالجميع هنا بهذا الانطلاق. ونعود الى شاهين، من انفرد بالصداره، انفرد بالمقدمه، انفرد بالمركز الاول، انفراد تام هنا على صداره هذا الشوط. شاهين من هجنه العاصفه يضيف نقطه اخرى لهذا الشعار، شعار هجنه العاصفه بهذا التواجد الجميل هنا بقياده الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. ما شاء الله شاهين بدا ينفرد بالصداره. المركز الثاني والمحاوله هنا من سراب من هجن الرئاسه مع الفيلسوف احمد بن مطر بن مايد لخيولي وعلى المركز الثالث. سراب لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم محمد بن علي العويسي. ولكن هناك شاهين، شاهين تهانينا، تهانينا لهجن العاصفه ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بهذا الأداء الجميل. وتهانينا هنا أيضا للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وها هو ينطلق مرة أخرى معلن الفوز معلن الناموس، وها هي لحظة الوصول إلى خط النهاية بهذا الأداء الجميل. تهانينا وناموس على هذا الأداء المميز والجميل ولحظة وصوله. المركز الثاني سراب من هجم الرئاسة مع الفيلسوف أحمد المطر ما يدخلين. المركز الثالث سراب لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم محمد بن علي العويسي. المركز الرابع الخمري لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان بقيادة أحمد بن خلفان الصايغ المزروعي. وفي المركز الخامس وصل مياس سمو الشيخ حمدان بن راهب سعيد المكتوم مع القطير احمد بن سلطان بن رشيد. ونعود الى التوقيت الزمني ولحظة وصول هنا شاهين الى خط النهاية قاطع المسافة في 9 دقائق 8 ثواني 9 من الاجزاء من الثانية. تهانينا وناموس الهجنة العاصفة وللواثق حمد بن راهب بن حمد بن غدير، والتوقيت الافضل في سباقي هذا الصباح حتى هذه اللحظة. المركز الثاني كان من نصيب سراب وقدم عرض يشكر عليه من هجن الرئاسة ب9 دقائق 12 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة وتهانينا للفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد لخيولي. سراب من أتى على المركز الثاني. المركز الثالث هنا أيضا سراب الآخر لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة حمد بن علي العويسي قاطع المسافة 9 دقائق 12 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا